لين تو بعدهم راقدين. اقول احنا هنا جايين نرقد، خلي الترتيب انا عندي. يلا زين شو بس كبر قاعد انت تعض توم تم العض انك انت علي وش بس عض متحمل انا دكتور عبد الله يس وتهبه هذا انا وين تهبل ما اعرف انا عندي مهمه علاج عند هذا الرجال شوي عنده لوز وبلاعيم وحنجره اكشف عليه بتعالجه عند التهاب يحولكم هذا المريض فوق وين تحول لي فوق عند التهاب حاد يلا حولوا شل انت ما اتصلت بهم خلاص بيشلوه ولا شلا شو تأكد من التهاب تأكد عشيتنا ضروسة بسوساة وكان هنا مسترعة طالب هاي عين شو بيها بيضة هاي حبة حبة ولا غمص غمص كده طالع حبة ها غمص هذي كيف وضعها العلاج عنده ها اي بك سكين لا هذي وضعها بالليزر نشلها صبعيني كب شبكية هذا عنده ايه شبكية طالعين من الفندق وسارين هاي ترى يا كمال احسن اكله عنده هاي المطعم احسن اكله هذا المطعم هذا جيمر وكاهي الله يرضى بنت صبح نرقود الله يا ربي طالعين على مطعمكم هناك قوم كيمه يقولوا ما يبنت براته تحدوح ابو يرقد تم يجوع اليوم المطعم بنت حد ينش الحين ساعه كم صباح الخير راقدين صباح الخير يا زول اما هذا يسوي كيمر انا كيف ترى اياك جاب عنده ما ضربني توقعاتي اعطاك عمرك توقعاتي من احنا نقول كل واحد يتمنى الفوز لعمره لكن اذا ما حصل الفوز احنا يكفينا ان اخواننا العراقيين التقينا وياهم وسولفنا وياهم وقصرنا وياهم وعزمونا على ضيافه وترحيبهم هذا يكفينا شلون شفت يعني شو تتوقع اليوم المباراه؟ صعبة بسيطة كرة دوارة يعني ما نضمنها لحدنا أو صار الكاس عند إخواننا العراقيين أو صار عندنا كلنا إحنا دولة واحدة عبارة.
سلام يا سلام ولا شيء ولا شيء ولا شيء. الشعب العراقي والبصرة استقبال طيب، هذا المسقوف العراقي يقول لك اذا جيت العراق ما كليت من المسقوف كانك ما جيت العراق. شوف 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 بالعافيه.